اليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة، إنني أغتنم الفرصة اليوم لأقدم لكم رؤيتنا لما هو مطلوب عمله على الفور ولليوم التالي للحرب. هذا مشروع من عندنا نقدمه لكم، تقبلونه، تعدلونه، تغيرونه، إحنا جاهزون لكل ذلك. أولاً، الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. أولاً. ثانياً، إدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة ومنتظمة وبكميات كافية، لأن غزة لا يوجد فيها شيء من الماء إلى غير ذلك، لا يوجد شيء، هم بحاجة إلى كل شيء، وإيصالها لمناطق قطاع غزة كافة. ثالثاً، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ورفض إنشاء مناطق عازلة أو اقتطاع أي جزء من أراضيه. قطاع غزة كله على بعضه 7 كيلو في 40 كيلو، إسرائيل بدها هاي شقفة من هون وشقفة من هون وشقفة من هون، لن نسمح بأخذ سنتيمتر واحد منها. ووقف إجراءات التهجير القسري داخل قطاع غزة أو خارجه وعودة نازحين إلى مناطق سكنهم وتوفير المأوى لهم. الهدف، هدف نتنياهو هو تهجير أهل الضفة وأهل القطاع، هؤلاء لمصر وهؤلاء إلى الأردن. نحن رفضنا، الشعب الفلسطيني رفض، الحكومات الأردنية والفلسطينية مشكورة قالت لن نسمح بأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم.